بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدي الكرام، كل عام وأنتم بخير. ثاني أيام عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا باليمن والبركات، وبلادنا تنعم بالخير والاستقرار، وبلاد المملكة العربية السعودية وكل بلاد المسلمين تنعم بالخير والاستقرار. كل التهاني للشعب السوداني، للمملكة العربية السعودية، لكافة المسلمين بهذا العيد السعيد. وحلقة جديدة من برنامج كورتنا على قناة السودان 24، الآن إحدى قنوات السعودية 24. أرحب بكم متمنيا لكم وقتا سعيدا وممتعا، وأسعد جدا أن يكون معي داخل الاستديو محللي البرنامج الكابتن بابكر أبو روب. مساء الخير كابتن بابكر، كل عام وأنتم بخير. مساء الخير عليك أخي طارق وعلى المشاهدين الكرام، وكل عام أنت والمشاهدين إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله ترجوه العيد الجاي تعمير والعمير إن شاء الله. نديك المجال تقدم التهاني للأهل والأحباب في السودان وفي المملكة العربية السعودية. نعم، نقدم التهاني، نبدأها بالمملكة العربية السعودية من هنا ونطلع لقدام. نعم، تهاني المملكة السعودية في جميع مدن المملكة، الأهل والأهل في الخرطوم والأهل في الشمالية. نعم، وكل ما شارع الأرض وكل السودان، جماعة السودانيين في هنا وفي السودان وكل الأمة الإسلامية إن شاء الله نهنيهم. نعم، والأهل الكرام بالشمالية خاصة، تحية خاصة لكم. نعم كابتن سيف، بعد غيبة طويلة حقيقة أنا سعيد، وبهذه بشائر العيد السعيد عودة محلل البرنامج المدرب والمحلل الرياضي الكابتن سيف الدين عوض كرار. مرحب بك كابتن سيف مرة أخرى، ونورتنا اليوم في الاستوديو، وكل عام وأنتم بخير. مرحب بك أستاذ طارق، مرحب بك وبالأخ بابكر، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. نعم، ومن هنا أرسل تهاني العيد للإخوة في الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية، وللأهل بالولاية الشمالية ومدرمان، ونقول لهم كل عام أنتم بخير. وأنتهز هذه الفرصة لأترحم على فقيد نادي حي العرب، رئيسه السابق ورئيسه الفخري والقطب الرياضي المعروف الذي رحل عن دنيانا يوم وقفة العيد، الأخ مصطفى أحمد محمد جمعة. نتمنى له حي العرب، وين أين حي العرب دنقلة، له الرحمة والمغفرة، رئيس حي العرب والتعازي للأهل والأحباب، والتعازي له وللأهل ولأسرة نادي حي العرب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمضه بواسع رحمته. وتمنى أن نقدم مادة تليق بالبرنامج إن شاء الله. إن شاء الله، كل التهاني كل التبركات لكل الأهل بالسودان، وتحية خاصة مني وتبركات خاصة للأهل بمدينة ود العباس شرق سندار، ولأهلي وعشيرتي في القضارف، الأهل بالقضارف وبكل مدن السودان لهم التهاني بهذا العيد السعيد، ولكل الشعب السوداني ولشعب المملكة العربية السعودية المعطاء. ينطلق إطار هذه الحلقة بأبرز العناوين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، وكل عام وأنتم بخير. حلقة جديدة من برنامج كرتنا، استمعنا إلى العناوين مباشرة إلى المحاور. كابتن بابكر، بالأمس أعلن مجلس إدارة نادي المريخ بقيادة القنصل حازم، وأنا قاصد أكتب بقيادة القنصل حازم، لأنه الآن الوضع في المريخ عاد ممكن لنفس السيناريو اللي كان أول بقيادة مجلسين، مجلس حازم بعد الأنباء اللي أشارت لأنه الفيفا أو الكاس ما اعتمدته ومعتمد السودكال. بالأمس أعلن القنصل حازم في الإمارات توقيع العقد مع المدرب التونسي غازي الغرايري لتولي التدريب ومديرا فنيا في الفريق. كيف ترى هذه الخطوة خاصة بعد أن فقد المريخ جهاز الفني السابق بالإقالة المدرب الإنجليزي ويقود إبراهوما؟ الآن إبراهوما بهذا القرار أصبح هو مساعد أو المدرب العام للنادي. نعم والله، يا نحن المريخ فريق كبير، فريق عظيم، أعضو به الكرة السودانية، فنتمنى، تحدثنا كثيرا عن المشاكل، نتمنى أن تزول المشاكل من هذا الفريق. فريق له سمعته، له وضعه في الخارطة الأفريقية وفي الخارطة العربية والأفريقية عامة، بصفة خاصة الأفريقية. وأنا بتوقع أنه توقيع حازم، هو ما أعرف الاتحاد بيقول لك في قاول تقول الاتحاد لم يعتمد حازم، وفي قاول تقول لسه ما في قرار. في النهاية نحن والله نبغى الخير للمريخ، ويعتمد كان مدرب، كان يعتمد يكون هو مدرب. نعم، يكون في استغلال في المريخ، لأنه في النهاية فريق وطني يهمنا كثيرا، أحد قطبي كرة كما ذكرت. بالنسبة للمدرب التونسي، أنا الخبرة التونسية في السودان أصبح فعلا صراحة أكبر نجاح كبير جدا في السنوات الفاترة. نعم، حتى هنا في المملكة تحدثنا عنها كثيرا. أمثال الجبالي كان في الفتح ومدربين كثر نجحوا هنا في نجح التوانسة. أنا كلمته وحدثت كثير، قلت اللي عايز ينافس بطولة أفريقية يستلم مدرب من المقام الأول يكون من تونس، هم عندهم خبايا أفريقيا أكثر، بيعرفوا خبايا أفريقيا، حتى في الفرقة المغربية التوانسة مدرب التوانسة نجحوا
في الفرق الجزائريه نجحوا في ليبيا، السنه نجحوا ماشي كويسين في ليبيا شايفهم. فمن اميز المدربين في افريقيا انا بشوف مع احترامي باقي الدول الثانيه، بدانا بالدول الميزه الاولى بعد ذلك خش بعدهم المغرب العربي الثاني. طيب المدرب غازي القرايري هو في الفتره الاخر 10 سنوات او ممكن تولى تدريب الملعب التونسي في فترتين، الفتره الاولى كانت من يوليو 2012 الى ابريل 2013، الفتره الثانيه كانت من فبراير 2021 الى مايو 2021، فتره بتاع 3 شهور. بعد ذلك هو عمل في مدير فني في 3 مرات لحساب النادي الصفاقسي، ثم عمل في الامارات في نادي الشعب ونادي الحمريه، عندي احد انديه الدرجه الاولى. نعم. هذه هي السيره الذاتيه في خلال 10 سنوات الاخيره. نعم انا افتكر المدرب ده انا اشتغل درب فرزية صفاقس 3 مرات، رجع عاد التدريبات 3 مرات. نعم. والنجم الملعب التونسي مرتين. نعم. ودرب في الامارات انا افتكر معناها لو ما في حاجه في حاجه بيقدم حاجه ما كان الفرق دي بترجع ثانيه، ترجع تسيو مره اخرى. فرق فرزية الصفاقس زي الملعب التونسي ملعب معانه في السنوات الاخيره يعني ما الملعب الزمان، الصفاقس حاليا في الطوب بوك شويه كده، لكن انا افتكر ما مدرب انه كويس ولو لو لو وزنه ما كان الصفاقس نادي الصفاقس يعيد 3 مرات للتدريب. مجرد ما النادي خلع عن المدرب وراح مره او مرتين استلم المدرب معناها في شيء لاحظ الفريق لو ده في ملاحظه في حاجه في المدرب ممكن يقدم حاجه لقدام. طيب. انا افتكر انه خطوه ان شاء الله تكون موفقه للمدرب. طيب جميل كابتن سيف مرحبا بك مره اخرى. تعاقد المجلس حازم مع المدرب التونسي، كيف ترى هذا الوضع وكيف ترى السيره الذاتيه للمدرب؟ يمكن احنا اختصرناها في اخر 10 سنوات بالنسبه لسيره المدرب التدريبيه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. في البدء يعني انا كنت اتمنى انه المريخ اقدم على التعاقد مع مدرب بهذه السيره الرائعه، والكره التونسيه كوره متقدمه ومعروفه بالنسبه لنا. نعم. كنت اتمنى انه تعاقد المريخ مع هذا المدرب يجي في الوقت اللي فيه استقرار إداري. نعم. استقرار اداري للمريخ. لو كان في استقرار اداري للمريخ المدرب ده حيقدم للمريخ كما شهدنا من قبل المدربين التوانسة يعني اثبتوا جدارتهم في الكرة السودانية. نعم. كويس. لكن للاسف وانا بقول للاسف المريخ يعاني. نعم. المريخ يعاني من فوضى حتى الاتحاد ما قادر يحسم الحته دي. وبالاسلوب ده المريخ ما حيستفيد من المدرب ده، لانه دلوقتي المريخ 3 مجالس، مجلس حازم اللي هو يسموه مجلس المورده، مجلس سودوكال، ومجلس حازم ذاته انقسم لاثنين وفي مشاكل بينه وبين الرئيس ما يسمي نفسه الرئيس المناوب الجاكومي. في ظل هذا الوضع ما اعتقد انه المريخ حيستفيد من امكانيات المدرب ده. نعم. وانا ما اعرف الاتحاد حيتعامل مع المدرب ده كيف. نعم. هل حيسمح له يباشر من البنش مع الفريق، ولا حيشرف على التدريبات وما ينزل مع المباريات مع الفريق، لانه الاتحاد ذاته الان ما قادر يحسم الوضع الحاصل. نعم. الكاس بتقول سوديكال، الاتحاد الشيل وضح متواطئ مع حازم، لانه الاتحاد لو اخذ ما نقدر نسميها تواطئ، معليش ما الاتحاد لو الاتحاد يا استاذ طارق لو اخذ اي خطوه ضد حازم بتعني اشياء كثيره بالنسبه للاتحاد. انت يعني انت يعني كابتن سيف انت اخذتنا مباشره، اذا الاتحاد اقر بانه مجلس حازم هو مجلس غير شرعي كما جاء من كاس، وحتى كاس انا ما شايف انه كاس جاء بالنص انه مجلس حازم مجلس غير شرعي. كاس الخطاب اللي جاء من كاس جاء من كاس بصفه بالنسبه لقضيه الكابتن سيفتيري مع نادي فاركو، وجاء خطاب ثاني وحتى الاتحاد دفاه بالنسبه للوقت بانه في سودكال بيقول انه في طلب يتقدم من الاتحاد العام للاتحاد لكاس انه يكونوا لجنه تطبيع، والاتحاد بيقول هو ما قدم خطاب. سوداكال قدم خطاب لكاس بانه هو الرئيس الشرعي ويوقفوا حته لجنه التطبيع، فجاء خطاب رد على ذلك. الوضع في المريخ حقيقه وضع ضبابي بصوره وما قادرين احنا نعرف المعلومه الصحيحه. جاء 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 جا رد من كاس للمريخ او لسوداكال بالذات صراحه فيه يمكن فيه اهانه للكره السودانيه، يعني اوقفوا الرسائل اللي ما لها معنى. اوقف الكاس بالنص قال سوديكال اوقف الرسائل اللي ما لها معنى يبقى معناها مجلس المريخ حتى سبب ازعاج لكاس. نعم.
ففي قضيه منظوره امام المحكمه. نعم. كويس. فعلى الاتحاد كان يكون ذو شخصيه ويتعامل بمهنيه مع الموضوع ده. نعم. ويخاطب كاس عشان يعرف وزاره العمل معامله. نعم. احنا ما معروف كده المريخ حازم بيتعاقد باتجاه سودوكال ماسك حتى سودوكال ممكن صرح قال انا حرجع قال نحن عندنا اتصالات مع جارزيتو على اساس نرجع لتدريب المريخ. ده كلام. نعم. ده كلام ده تضارب ده. نعم. وجاكم من هناك متمسك بابراهوما ولا والجماعه المع. نعم. وحازم قاعد في الامارات وما قادر يجي عشان يحسم كل الناس. يا اخي احنا نتمنى انه المريخ يستقر لانه استقرار المريخ استقرار للكره السودانيه. نعم. استقرار للهلال. نعم. استقرار للتنافس. نعم. لكن بالوضع الحاصل ده حتى احنا بنضحك الناس علينا. نعم. يعني دي ما طريقه تدار بها كره القدم. نعم. وبعدين يعني حتى احنا لا نعفي شداد من 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 اللي بيحصل ده. نعم. شداد من البدايه كان المفروض قبل ما يسلم يكون حسم الامور دي لكن شداد الاخر له قضيه الان مع الاتحاد الحالي برضه في كاس كأنه كاس الآن تعمل مصاب القضايا السودانية. والدليل يا استاذ طارق اوقف الرسائل اللي ما لها معنى دي. نعم. معناها شنو؟ نعم. معناها انتم يا اخوان ازعجتونا احنا ما عندنا شغل غيركم. طيب نرجع للناحية الفنية كابتن سيف بالنسبة للمريخ يعني انا شايف ابراهوما في الدوري الممتاز وفي ظل وجود عناصر متميزة ومتميزة دي تحتها خطين عناصر المريخ يمتلك عناصر متميزة والدليل انه المريخ وصل هذا الموسم لدور المجموعات في ابطال افريقيا والان ينافس ولقيت الاسبوع الماضي كان يتصدر الدوري الممتاز في ظل هذا الوضع الاداري المتردي في نادي المريخ وده دلاله على انه المريخ يمتلك عناصر ممتازه يمتلك مدرب ابراهوما يقود المريخ بنجاح من نجاح لنجاح في ظل الوضع الاداري في المريخ. نعم انا حدثت كثير انه في حلقات سابقه انه نرجونا ترفع القبعات للعبت المريخ ولجهازهم الفني بغات ابراهوما. نعم. المدرب الوطني مدرب يقولنا حدثنا عنه يعرف يعيش في الاوضاع فيها مشاكل الاوضاع الغير نقيه هو بيقدر يمشي اموره بيقدر هو ابن المريخ والشيء الثاني بيقدر يعني مع اللاعبين هو عنده بتحس بانه تفاهم شيء بينه مع اللاعبين عارف يتعامل معهم كيف لانه هو ذاته ما بعيد منهم كثير يعني فرق ما كثير منهم زي المدربين برا او مدربين برا ومدرب فارق السن ما كبير خالص. نعم. الشيء الثالث ابراهوما مدرب اثبت جدارته واثبت نجاحه. نعم نحن ما اتكلمنا عن المدربين التونسيين المدربين فعلا عندهم الشطار في التدريب لكن انا فوقته في الوقت الراهن ده ان المريخ ما كان يخش اصلا هم ما ناقصين مشاكل كان يخلوا الوضع يستمر على ما كان يحكي على ابراهوما على كلمه كده لغايه ما نهايه الموسم او تقريبا نهايه الموسم بعد ذاك يا حلو يا المشاكل تحلت وعرفوا اولهم واخرهم يا بعد ذاك عايز يجيب مدرب وتكون الصالح حكايه جاهزه لكن الحاجه اللي حصلت المريخ في ان الوضع مؤسف وضع مزري وضع لا يعجب اي شخص. تحدثنا عن المريخ فريق كبير لا يستحق هذه الاوضاع اللي عايش فيها المريخ. المريخ له وزنه استغلال المريخ استغلال الكره السودانيه حتى لو قلنا مع ند الهلال هذا ما عنده ند قوي وما فيه مشاكل نفس الهلال برضه مستواه حينزل بعد شويه حتكون الاصل احنا اكثر شيء مركزين على القمه لما القمه تكون فريق واحد طرف واحد تكون في فريق فارق بينه وبين الطرف الاخر حيكون في خلل. الشيء الثاني هسه قدر التوازن الحاصل بين هلال المريخ ده انا بشوف بيلعب تمريرهم المريخ تمرير اللعيبه عندهم خبرات حدث عنهم كثيرا لعيبه منتخب يمكن 90% من اللعيبه الان في فريق المريخ لعيبه منتخب يعني ما لعيبه عندهم خبرات فقادرين هم شايلين زي ما اقول شايلين المشاكل كلها في ظهرهم وبينافسوا في البطولات اللي كانت محليه كانت خارجيه لكن ارجع واقول المفروض كان اخلوا استغلوا على ابراهيم انا بشوف نهايه مشاكل. نعم كابتن سيف الوضع الفني في المريخ في ظل هذه الاوضاع الاداريه المترديه وامتياز للاعبي المريخ بشكل كبير ممكن من الموسم الماضي بالاضافه لجهاز فني قياده ابن النادي ابراهوما حقيقه تحيه له كبيره ونقول له كل سنه وانت طيب قدر يقود النادي في ظل ظروف صعبه تصعب على اي شخص ان يقود نادي كبير مثل النادي المريخ في ظل هذه الظروف. والله التحيه والتقدير للاخ ابراهيم حسين ابراهوما معروف باسلوبه الفني ومقدرته في التعايش مع الاحداث. ابراهوما دوما يعني مظلوم من 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 اعلام المريخ، في بعض من اعلاميين المريخ بيقول لك ابراهوما ما يعرف يعيش الا في الاجواء العكره. نعم العكره، لكن ابراهوما انا اعرفه معرفه شخصيه وفي يوم من الايام كان معي في تيم السلاح. نعم. وعرف امكانياته وراجل يعني ما شاء الله تبارك الله مجتهد. وزي ما تكرم الاخ بكر في تواصل اجيال بينه وبين اللاعبين الموجودين ديل. كويس. والمريخ صراحه يعني
في الظروف العايشه المريخ دي يشكروا لاعبي المريخ انهم محافظين لحد الان على مركزهم في الدوري الممتاز، ولو انه الدوري الممتاز اصله يا حسن يا حسين، دوري الممتاز يا الهلال يا المريخ. نعم كويس جميله يا حسن يا حسين. ايوه والله شيء معروف يا حسن يا حسين الدوري الدوري الممتاز. لكن صراحه الوضع حتى نحن يا اخي للاسف انديتنا بتاعت الوسط لا تعرف تستقل الظروف اللي بتحدث لانديه القمه. صح لا تعرف تستقل الحته دي، يعني لو 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 في انديه يعني تعرف تستقل الظروف دي كانت بعد المريخ ودوه ممكن المركز الخامس. لكن المريخ فيه ما ننكر حقه انه فيه نجوم متميزين بارزين في 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 الدوري، وبعدين ما شاء الله تبارك الله ابراهيم كمان المساعد الاتحاد لحد الان احنا ما عارفين المريخ كشف فيه كم 40 ولا 50 لاعب ما معروف. نعم الشغله دي يعني بتساعد ابراهيم كثير. لكن انا كنت اتمنى من 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 اداري المريخ لا انت كابتن سيف الحته دي ما في 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 لاعبين الان معلقين في 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 السيستم. في واحدين بيقول لك معلقين وتلقاهم بكره لاعبين معلقين وين؟ ما هو دي انا ما بقدر اقول لك انه من المعلق يا كابتن سيف. ايوه لانه الاعلام ذاته ما في. ايوه الاعلام ذاته ما ممكن ما ممكن ما ممكن الكلام ده زلطنا ردته كثيرا للاسف الشديد، سواء كان اتحاد عام سواء كانت الانديه، احنا ما عندنا منصه اعلاميه نقدر ناخذ منها المعلومه الصحيحه. بالضبط كده. فالان اليوم بسمع انه مثلا فلان وفلان هم في السيستم ما موجودين في كشف المريخ، بكره بلقى اللاعبين ليه اللاعبين، بعد بكره بلقى انه فلان وفلان ليه هم الموجودين في الكشف. ايوه انا الاشكاليه فعشان كده ما بقدر اقول لك لغايه الان انا ما بقدر احدد لك مين في المريخ الان الخير موجود في الكشف والموجود في الكشف. في يوم من الايام في المباراه فاتت ثلاثه لاعبين معلقين لقيتوا لاعبين في المباراه ده معلقين على حسب الانباء معلقين على حسب الانباء. ايوه بس الانباء دي شنو ما عارفين ما في شيء ثابت. نعم ولو انا كنت اتمنى يا حتى معلقين انا في صوت معلقين دي قصه حتى المفروض نخط حطها خطيط ما سمعنا بها الا في السودان الا في السودان والسودان بلد العجائب. نعم دي واحد. اثنين يا استاذ طارق احنا مشكلتنا العناد. نعم وحب انتصار الذات. نعم يعني دلوقتي انت ما قدامك تنافس افريقي كويس، قدامك الدوري الممتاز. نعم. بابراهيم يا اخذت المركز الاول يا اخذت المركز. نعم. الثاني دي شيء ثابت. نعم. ابقى الصراعات بتاعت انا اجيب مدرب وانت تجيب مدرب. ولاحظ يعني ليلى حازم لو وقع مع 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 تونس. المدرب التونسي ده وبكره اغالوه او رفضوا له المريخ قضيه جاهزه في كاس. نعم سوديكال يرجع غارزيتو قضيه غارزيتو حيقول لك اجيب ولدي معي. جاب ولده معاه وده بقى شرطين جزائيين دي كلها قضيه جاهزه في كاس. طيب يا اخي نحن ابراهيم ده مشي لنا ما شاء الله عليه مشي ما شاء الله تبارك الله مشي الدوري لحد الان هو بيتبادل في المراكز بين الصغير والكبير بعد نجيب مدرب. ايوه خلوا ابراهيم يواصل لحد ما يستقر الوضع في المريخ وشوفوا مجلس منو اللي حيكون شرعي بعد ذاك تعاقد مع اللي انت عايزه. نعم لكن تقعد تركقوا النادي بشروط جزائيه ما لها داعي يعني. ونحن صراحه بنقولها يعني قوه الهلال في قوه المريخ وقوه المريخ في قوه الهلال. نتمنى ذلك، نتمنى انه المريخ يستغل الوضع الاداري في المريخ وحتى تستبان الامور في المريخ. والمناشده لكل المتصارعين من اهل المريخ ان يضعوا امر النادي هو الاهم الهم الاول ليوم الاثنين. يعني انت اذا وضعت امر النادي همك الاول اكيد حتترافع عن كثير من الحاجات وحتصير السفينه الى بر الامان باذن الله. وزي ما قال كابتن سيف استقرار المريخ في استقرار الكره السودانيه، استقرار المريخ في استقرار الهلال، استقرار المريخ في استقرار الدوري الممتاز. اي نادي من الانديه الخاصه الانديه القمه اي مشاكل فيها تؤثر تماما على وضع الكره السودانيه وهذا ما لا نتمناه. نغلق ملف المريخ تحول للدوري السعودي تعود عجله دوران الدوري السعودي دوري الامير كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم بمباراه يمكن الان هي جاريه الان بمدينه المجمعه مباراه مؤجله من الجوله 19 بين فريقي الفيحاء والهلال. الهلال الساعي لملاحقه الاتحاد ويتخلف عن الاتحاد ب 11 نقطه وبفرق مبارتين، مباراه اليوم واحده من المباريات عنده مباراه ثانيه مع الاتفاق. الهلال هو المنافس الوحيد للاتحاد في الحصول على بطوله دوري كاس الامير محمد بن سلمان. الفيحاء في المركز الثامن برصيد 30 نقطة وما زال موقفه لم يضمن البقاء ويمكن موقفه أفضل من كثير من الفرق الأخرى. يفرق 5 نقاط عن صاحب المركز 14 وهو أول المراكز التي تؤدي إلى الهبوط. الفيحاء الذي يمتلك أقوى خط دفاع، الفيحاء الذي يمتلك أكثر الفرق نظافة للشباك، الفيحاء الذي
ازاح الاتحاد المتصدر عن كاس الملك ووصل للنهائي وعنده موعد مع الهلال نفسه في النهائي. كيف ترى هذه المباراه والان احنا تقريبا في الدقيقه 25 وما زالت النتيجه التعادل السلبي؟ نعم، هو شوف من الفراغات العجيبه ان الفيحاء وصل نهائي كاس الملك ومهدد بالهبوط عنده 30 نقطه. هو ما مهدد يعني، لكن هو ما زال وضعه النقطي. نعم، يعني ما بصفه رسميه انه هو خارج دائره الهبوط. ما بيطمن وضعه. نعم، ما بيطمن خالص، لكن له رغوه في الدوري السعودي. يعني شوف تكلمنا على الفيصل وعلى التعاون في شراكته في البطوله الاسيويه انه يغار الفرق في متقدمه في بلادهم. فالفيحاء فريق صعب جدا جدا. نعم، الفيحاء مش ازاح الاتحاد فقط من نصف نهائي كاس الملك، حتى بطوله الامير محمد سلمان هو الاسبوع الاول فاز على الاتحاد. يعني شوف الفيحاء عنده مشكله، عنده حاله كبيره، مشكله كبيره مع الفرق في المقدم. المباراه مع الهلال والمباراه اللي فاتت في الدوري مع الهلال تقريبا هو عادل مع الهلال المباراه قبل دي. نعم، هي في الدوره الاولى، في الدوري طلع التعادل مع الهلال. نعم، وعن المباراه كانت هنا في الرياض. نعم، فالفيحاء فريق غريب خلاص. فريق اول حاجه بعد نقاط 30 نقطه اللي قلنا شويفه عدم اطمئنان، انه فريق اقل فريق دفاع حرز فيه اهداف 19 هدف من اقل الفرق. شوف شوف الفرق قد ايش. يعني ده وريك انه فعلا زي ما ذكرت قبل شويه ان الدوري السعودي دوري فرق قوي، لا يعرف الاخر المؤخره، لا يعرف المقدم. ممكن فريق مباراه يعني ما بين اكثر الفرق احرازا للاهداف الهلال، واقل الفرق استقبال الاهداف الفيحاء. نعم، الهلال انا قلت لها بتاع حلقه الامس اول نص، قلت قبل يومين قلت الهلال حيعاني معنا شيء في مع الفيحاء، لكن تحدثت انه الهلال انه محظوظ انه كان جاي في فورمه اللعب التنافسي، كان في البطوله الاسيويه قبل اسبوع او 10 ايام. نعم، اللعيبه كلهم عندهم حساسيه المباريات بعكس على الفيحاء. بعكس على الفيحاء، الفيحاء له فتره من الدوري توقع له فتره طويله. نعم، ودون ما صدع حاجه مؤثره جدا على لعب الكوره، اللعب هو شهر وشهر شويه بدون لعب تنافس او لعب الدواء ابو مدعب لعب مباريات قويه، اللاعب يبدا مستواه يتقلص شويه في البدنيا وفنيا. فالهلال حيعاني، لكن في النهايه الخبره حتقول كلمه اللي سالته على صالح الحال. مع احترامنا للفيحاء، هو الهلال طبعا ثاني وليس اكثر الفرق احرازا، هو ثاني اكثر الفرق احرازا. الاتحاد محرز 54 وهو 47. كابتن سيف، مباراه صعبه، الفيحاء 19 هدف في شباك، والهلال ثاني اكثر الفرق احرازا للاهداف ب 47 هدف. الهلال يشهد أن تظل أو أن يقلص الفارق بينه وبين الاتحاد، وهو المنافس الوحيد للاتحاد في صدارة الترتيب. الفيحاء في المركز الثامن 30 نقطة، بيفرق 5 نقاط عن صاحب المركز 14 وهو المركز الذي يؤدي للهبوط. فالفيحاء محتاج للنقاط. الفيحاء زي ما قال هو كابتن بابكر، هو منتشي بفوزه على الاتحاد وصعوده لنهائي كأس الملك. الهلال أيضا منتشي وهو ما زال يحافظ على حظوظه في الدفاع عن اللقب وفي دوري ابطال اسيا بعد ان تصدر مجموعته. والهلال عايد من بطوله خلال رمضان، بطوله دوري ابطال اسيا. الفيحاء مباريات وديه فقط هي الاستعداد لهذه المباراه. ولا استاذ طارق، المباراه دي مباراه بصراحه، يعني الحلقه دي يعني حربتنا من المتعه. نعم، دي مباراه بتاعت متعه. لك العذر كابتن. مباراه بتاعت تكتيك عالي جدا. نعم، مباراه بتعني للهلال بالذات الكثير. نعم، الهلال دلوقتي الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر 11 نقطه، مباراتين. نعم، يعني لو كسب مباراه اليوم مع الفيحاء وكسب مباراه الاتفاق حيظل الفارق 5 نقاط. سوري. نعم، فالهلال بيعمل بكل ما يملك عشان يكسب المباراه دي. يتواجه اقوى خط دفاع او اقوى تنظيم دفاعي. نعم، من الفيحة. نعم، مقابل خط هجوم وحارس، يعني شاهدناه في المباراة امام الاتحاد حارس ممتاز. نعم، مقابل هجوم الهلال، يعني ولو انه هو في المركز الثاني من حيث احراز الاهداف بالنسبه للاتحاد، لكن فلنقول هجوم الهلال هجوم كاسح. نعم، هجوم متمكن. نعم، الهلال بيلعب باسلوب هجومي رائع جدا جدا. فدي حتكون مباراه بتعني كثير للفريقين. الفيحة عايز يامن موقفه عشان يطلع لمنطقة الأمان، والهلال عايز يقلص الفارق بينه وبين الاتحاد، لأنه لو خسر مباراة اليوم سواء كان بالتعادل أو بالهزيمة حيكون الفارق بينه وبين الاتحاد كبير جدا جدا. هي مباراة أيضا منتظرة من نادي الاتحاد اللي يكون على الخط. أكيد يعمل أكيد على. نعم أكيد، الاتحاد من مصلحته أنه الهلال يتعثر. قياب لكاريو بسبب الإصابة، اتمنى له السلامه على مستوى الركبه. محمد كنو بعد قرار لجنه فضل المنازعات بالاتحاد السعودي ايقافه لاربع شهور. الاتحاد الهلال بمن حضر. نعم، الهلال يمتلك
يعني ذخيرة كاملة من اللاعبين. يعني الهلال من الأندية اللي محترفة اللي بتأمن خطوطه من كل من جميع النواحي. نعم. يعني الهلال ما بيعتمد على لاعب واحد. نعم خسارة اللاعبين ديل بالنسبة للهلال تعني الكثير. نعم. هذا الرباط الصليبي يجيب فترة طويلة. معروف الرباط الصليبي والفترة الحجات كانوا لاعب شاب لاعب ناشي يعني للهلال بالنسبة للهلال كثير. نعم. لكن الهلال عنده البدائل. نعم. الهلال عنده البدائل ودوما عودنا على كده. الهلال دائما عودنا انه دائما البدائل بتكون موجودة في كل الخطوط. فما اظن الهلال يواجه مشكلة في الحتة دي، وعينه على الصدارة وعينه على الاتحاد، وعارف انه لو الفرق ده ما تقلص بينه وبين الاتحاد الشغلة صعبة. نعم. والاتحاد عينه على المباراة دي وعايز الهلال يتعثر بأي طريقة، لأنه الهلال لو ما تعثر الصدارة في الاتحاد مهددة بصراحة. نعم. كده. نعم. كابتن سيف، الغيابات في الهلال بالنسبة لكاريو وبالنسبة لمحمد كنو. نعم، كما تحدث بابكر كما تحدث أخي سيف. نعم. الغيابات كاريو طبعا كان من المدرب السابق جارديم، ما كان بيجروا كثيرا مع الهلال، ما ظهر كثير، هو لاعب كانت عالي جدا. طيب انا معلش اقاطعك الان، الفيحاء يحرز هدفه الاول في الدقيقه 33 عن طريق اللاعب سامي الخيبري. طيب الله يكون في عيال غريبه خلاص بين الفيحاء، سبحان الله. نعم. كاريو طبعا ظهر اكثر شيء، ظهر نجمه في السطح في عهد المدرب دياز، المدرب الاخير الارجنتيني بعد وجود الهلال. نعم. لاعب كبير كان مظلوم هو، لكن الهلال زي ما ذكر اخي سيف الهلال بمنحدر، هل فيه تشكيلتين ممكن تطلع منه اثنين تشكيله تحدث عنه كثيرا. فريق ما شاء الله. محمد كنو برضه لاعب مؤثر، لكن البديل موجود، ورغم انه محمد كنو شوف يعني غبحه واستمر لاربع شهور ما ورد من الاتحاد السعودي، لكن الهلال يعني ما بيتوقع يلعب او لاعبين يكونوا الهلال سجل في هذا في الشتويه الاخيره دي، تسجيلات كثيره محليين واجانب، فكان غياب لاعب او لاعبين ما اعتقد اثر في ذلك كثيرا، لكن سبحان الله الهلال متاخر بهدف، لكن برضه لسه على الوارفه خبايا. نعم كابتن سيف، لو انا الان امامي احصائيه المباراه ونحن في الدقيقه 35، احصائيه المباراه نسبه الاستحواذ 76% بالنسبه للهلال مقابل 24% بالنسبه للفيحاء، 4 تسديدات للفيحاء، 6 تسديدات للهلال، التسديدات على مرمى الهلال 2 والفيحاء 1 واحرز منها الهدف. دقة التمرير 77 للفيحاء و 240 للهلال، دقة التمرير 62% بالنسبة للفيحاء و 79% بالنسبة للهلال. واضح انه الهلال مستحوذ ولكن الان متاخر بهدف. دي احصائية تدل على انه الهلال مسيطر على المباراة تماما. نعم. ومسألة احراز الاهداف هي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، فممكن انت في هفوة الهدف يجي، لكن المؤشرات والإحصائية اللي وصلت بتدل على إنه الهلال واصل، بس برضو بتدل على إنه الفيحاء يعني يمتلك خط دفاع كبير. أيوة هذي بالنسبة هذا الاستحواذ وما زالت الشباب نظيفة، هذه الحاجة اللي بتخلي ممكن الهلال يعاني. نعم. لكن الاتحاد بيوصل، الاتحاد عنده الهلال عنده الحلول الفردية كثيرة. نعم. في ظروف زي دي. نعم. مباراة تكتيكية يعني الفيحاء بيلعب بتكتيك دفاعي عالي جدا جدا، هنا الهلال عنده النجوم اللي ممكن يفكوا الشفرة دي بالمهارات وبالحلول الفردية. تكلم عن سالم الدوسري. عن ايجالو. بس خليك من ده كله، سالم الدوسري في الميدان ما تطمئن للنتيجة، لانه سالم احيانا الهلال لما يكون مزنوق كويس بيلجأ للحلول الفردية. نعم. وسالم ماهر جدا جدا. نعم. واتوقع انه سالم هو اللي هيفك الشفرة دي. نعم. كابتن سيف. كابتن باكر عفوا. شوف المباراه زي ما ذكرت لكم شيء ما لسه تحمل خبايا كثير، ما أيوة. رح تضيع الهدف ده. نعم. انت براك ذكرت شفت الاستحواذ هناك كذا في كذا والتبرات كذا كلها التفوق للهلال. نعم. زي ما ذكر اخي سيف في لعب الهلال عنده الحلول الفرديه، برضه سلمان الفرج برضه عنده باصات تمريرات. نعم. تمريرات خطر جدا. نعم. عندك موسى ماريقا برضه يعني ما له خطورته برضه. نعم. طبعا دائما بيجي في اللحظات الحرج بيحزج الهلال في اللحظات. نعم. الهلال بيكون مثلا الهلال متعادل لغايه الزمن الضايع، دائما موسى ماريقا بيظهر في اللحظات دي. نعم. فلاعب كبير، لاعب عنده مهارات عاليه جدا، لاعب سريع، لاعب قوي، فانا افتكر المباراه حيكون لسه حفاء الهلال عنده حيكون دراي في المباراه الان. طيب خط دفاع الهلال، لو تكلمنا عن خط دفاع الهلال. خط دفاع الهلال يمتلك ممكن المحترف الكوري في ممكن غياب، انا ما اعرف اليوم حيكون بالنسبه لقيابات الهلال في خط الدفاع هل حيكون مين اللي يكون موجود مع المحترف الكوري، ولكن عموما الهلال يمتاز باطراف على مستوى عالي
ودائما حلول الهلال او خطوره الهلال في اطرافه، سواء كان في المقدمه بالنسبه لماريجا وسالم الدوسري، سواء كان الاطراف الدفاعيه بالنسبه لياسر الشهراني ومحمد البريك او سعود عبد الحليم. نعم. شوف الهلال عنده مشكله في قلب الدفاع، بيعاني منها من الموسم السابق. نعم. الى الان المشكله دي ما تحلت بها، هي يعني تحلت ممكن بنسبه عاليه، لكن انا بشوف اللاعب الكوري عنده اخطاء كثيره في خط الدفاع، عنده بطء مرات هسي احيانا. فالهلال مشكلته ليس في الاطراف، مشكلته في قلب الدفاع. لو كان شوي يعني عالم في قلب الدفاع، انا بشوف مع دياز هو ممكن خط دفاعه اليوم موجود كامل، علي البليهي موجود والبريك والشهراني والكوري. الوسط الملعب ماتيوس بيريرا وكوليلار وسلمان الفرج. ممكن اليوم ماريجا ما موجود، موجود المحترف البرازيلي ريتشارد، وموجود ايجالو، وموجود سالم الدوسري. نعم. والبال الرقم الايمن فيه سعود عبد الحميد، صد فيه هو محمد البريك. نعم والله انا بشوف الفريق مكتمل، بس ما نقص ماريجا ممكن شويه نوعا ما يفرق كثير، لكن يمكن احتمال يكون احنا ما نعرف خبايا الحاصل على ماريجا انه جاهز او ما جاهز او في الاحتياط، في البنش الاحتياط. لكن انا بقول الشوط الثاني او ما نهايه الشوط الاول الهلال حيقول كلمته، مع احترامنا للفيحاء، الخبره ممكن تتفوق على الفيحاء. نعم كابتن سيف، لو لاحظنا تشكيله الفريقين او تشكيله الهلال اللي احنا ذكرناها، ممكن الهلال غياب لموسى ماريجا، وجود للمحترف البرازيلي، المحترف البرازيلي ايضا اثبت وجوده من خلال بعض المباريات اللي كان بيدخل فيها كبديل. هي دي 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 ما يميز الهلال. ماريجا موجود على دكه البدلاء، ده ما يميز الهلال يا استاذ طارق. نعم. دائما والاخص في حده المحترفين، دائما الموجود في البنش بيكون بنفس المستوى اللي في الميدان. الاحتياطي بنفس المستوى الاساسي، دي واحد. اثنين، تكلمت عن متوسط دفاع الهلال. نعم في بعض الاحيان فيه هذة، لكن اطراف الهلال وتقدمها المستمر بيغطي على الاخطاء الدفاع، لانه بتمنع الزيادة العددية من الخصم. نعم. فأنت قالوا الهجوم خير وسيلة للدفاع. نعم. أنت كل ما كان عندك خط هجوم ماشي متحرك بيعمل لك ضغط للفريق الخصم في وسط ملعبه، ده بريح وسط الدفاع بتاعك حتى لو كان في هزة. الأطراف ولاعبي المحاور هم اللي بيحددوا مستوى قلب الدفاع. نعم. يعني قلب دفاعك مهما كان قوته، لو انت ما عندك اطراف وعندك محاور ارتكاز بتشيل معاه بنهار. طيب جميل. لو ممكن هي المباراه الان على في ختام الشوط الاول او الدقيقه 41، وما زال الفيحاء متقدم بهدف اللاعب سامي الخيبري في الدقيقه 33. مشاهدينا الكرام، توقف لفاصل ثم نعود لنواصل هذه الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. بعد الفاصل نواصل في قضايا الدوري السعودي، وممكن يا كابتن بابكر قضيه هي اصبحت قضيه الساعه، ممكن خلال فتره العيد اصدرت لجنه فض المنازعات باتحاد اتحاد كره القدم السعودي قرارا في قضيه اللاعب محمد كنو لاعب فريق الهلال الذي وقع لنادي النصر ثم وقع مع نادي الهلال او مدد عقده مع نادي الهلال، تقدم نادي النصر بشكوى. اللجنة فض المنازعات قررت
إيقاف الكابتن محمد كنو لمدة 4 شهور من تاريخ إصدار القرار، إيقاف نادي الهلال من التسجيل لفترتين، إلزام نادي الهلال واللاعب محمد كنو بدفع تعويض مقداره 27 مليون ريال لنادي النصر تعويضا منها في هذه القضية. والله يا أخي يعني مع سبحان الله الواحد يفتخر تكون فينا يعني الإدارة في الفضل اللي فضل المنازعات أو الاتحاد السعودي بالغرض الحازم والرصد، بغض النظر عن الفريق اللي مين فرضوا عليه عقوبة أو من عملوا له هنا توقيف من التسجيلات أو حاجة. ده دوريك شو القانون يجي المجراه هنا كيف يعني ما في أي فريق ممكن ياخذ عقابه، كان فريق في المؤخر كان فريق في المقدم، دي العدد تذكره على التعادل الدوري. فانا بشوف يعني هو طبعا انا بشوف احمد كان لاعب كبير، هو خطا كبير لكن كمان عقوبه كمان عليه، انا بشوف كثير عليه شويه وعلى الهلال. فده يوريك يعني القانون ماشي كيف هنا، ووصل لما في قانون ما في كره قدم، ما في عقوبه كثيره، في نصوص بتاعت العقوبه ما انا عارف هي النظر صعب، انا ما نفذوا عليه العقوبه. هو طبعا يعني نادي الهلال اعلن تمديد عقد كنو، تقدم النصر بشكوى بانه كنو وقع معانا خلال الفتره الحره، فبالتالي الان لجنه فضل المنازعات فصلت في القضيه فاوقفت اللاعب لانه وقع باعتباره وقع عقدين مع نادي النصر ومع نادي الهلال 4 شهور، واوقفت نادي الهلال الذي وقع عقدا مع اللاعب اصلا مواقع عقد مع نادي اخر فترتين من التسجيل حرمانه 27 مليون، اللي هي تعويض لنادي النصر نظير الخساره اللي خسرها في التوقيع مع كنو. نعم هو الظاهر خسر دفع لكنو جزء 6 مليون ونص حاجه دي. نعم والباقي الباقي قيمه العقد كامل، غرام على العقاب. قيمه العقاب قيمه العقد كامل. نعم. لكن انا تحدثت انه هنا من قبل فتره انه اصلا ما في قانون ما في حاجه بدل كلمه كره القدم في اي في الحياه العامه دي في شركه في منشاه كره القدم باعتبارها مؤسسه. نعم. في اي مؤسسه ما في قانون ما بتمشي ما في حاجه قدام، وسبب تطبيق القانون هنا عندنا في المملكه وسبب تنفيذ القوانين الصح هو اللي وجه كره القدم. كره القدم بقت لها موقع هنا في المملكه. نعم. لو ما في قانون ما كانت تطورت وما كانت تجي قدام. نعم. فانا حي والله حي التعليق الحظ المنازعات، حي الاتحاد السعودي لما هذه الاجراءات اجراءات كلها. انا وطبعا نادي الهلال تقدم باستئناف، ممكن برضه حيظل في مرحله التقاضي الى ان يتم الفصل في هذه القضيه. نعم لكن بس في النهايه وصلنا القانون اتطبق. يعني قانون بيحمد عليه الادارات اللي قدمت القانون، كان لجنه المذاكره الاتحاد العام كلهم نحمد عليهم انه القانون لازم قانون يمشي على. كابتن سيف، اولا يعني نحن نرفع القبعات للاتحاد العربي السعودي. نعم. يعني لحياديته التامه. نعم. في تطبيق القانون على الكبير والصغير. نعم. كره القدم، شوف كرة القدم فيها الوسط وفيها الكبير وفيها الصغير. نعم. نادي الهلال كبير. نعم. من ضمن الأندية الكبيرة، مع احترام للباقي الأندية، النصر نادي كبير، الاتحاد نادي كبير. نعم. لكن هنا الاتحاد السعودي تعامل بروح القانون. نعم. تعامل بروح القانون، ونادي الهلال عندما أقدم على الخطوة دي هو كان يعلم جيدا أنه حتكون في عقوبات، وعقوبات حتكون قاسية جدا جدا. لكن كمان نادي الهلال تعامل مع القضية دي باحترافية كبيرة جدا، بنظرة بعيدة. كيف؟ كيف؟ أنا عندي لاعب مثل محمد كنو ده. نعم. لاعب ناشي. نعم. لاعب صغير، لاعب ذو مستوى عالي. نعم. يعني ممكن اديني 10-12 سنة اللي قدام. نعم. هنا أنا أضحي باللي بيحصل لي بالفلوس بعدم التسجيل عشان احافظ على موهبه انا اساسا بنيتها. طيب ليش نادي طيب في النقطه دي معلش كابتن سيف، في النقطه ليش اصلا اداره نادي الهلال جعلت وصلت لغايه ما كانه دخل المنطقه الفتره الحره ووقع، ليش ما وقع معه قبل ما يدخل الفتره الحره؟ هو ده خطا استراتيجي بالنسبه لنادي الهلال. ده. بس ما عارف هل الخطا ده يتحمله المكتب التنفيذي او الـ او الـ مجلس الاداره؟ هو في النهايه مجلس الاداره احتمال يكون بعيد عن مجلس الاداره، ما عارف ليتك النوم المكتب. معلش انت ما عندك مكتب، عندك مكتب تنفيذي، عندك مكتب تعاقدات، في النهايه الخطا عليك، عندك مدير كوره، هو الخطا على مجلس الاداره، او احتمال يكون مجلس الاداره حاط في باله انه ده لاعب من النادي ولاعب الناشئ ولا تربى في النادي. نعم. فهنا هم خطوا الخطوه دي على اساس انه بيحافظوا على موهبتهم، بيحافظوا على لاعبهم، ويقطعوا الطريق امام خصمهم في انه ما يستفيد من موهبه زي دي. مقابل المعطيات دي كلها هم ضحوا ضحوا بفترتين، وعنده لسه مجال استئناف، وبالتاكيد
احتمال يكون هم يعني ما كان عندهم معلومة إنه هو اللاعب ده وقع مع 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 النصر عقد. طيب إيقاف كنو لأربع شهور وتأثيره على كنو، خاصة إنه كأس العالم والمنتخب في حوجة شديدة إلى كنو. والله شوف التأثير بيكون على الطرفين، بيكون على المنتخب وعلى كنو. كونه كنو قدامه مباريات للمنتخب في كأس العالم وده فرصته كان يظهر فيها. أربع شهور، هي أربع شهور بالنسبة للاعب صغير لها تأثير، لكن ما تأثيره ما 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 كبير لولا المناسبة بتاعت كأس العالم والظهور العالمي وأنت لاعب أساسي في المنتخب. يعني أنا أتمنى 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 إنه الهلال لما استأنف من الاتحاد السعودي يراعي صغر سن اللاعب، ويعني يمكن عدم إلمامه بالقوانين، ويخففوا عنه العقوبة على اساس انه عشان المنتخب وعشانه يعني كلاعب موهبه. يعني هو دي انا انت ممكن قدمتوا اشدتوا بالاتحاد السعودي. نعم. لانه اتخذ هذا القرار. نعم. انا اشيد بالاتحاد السعودي اللي اتخذ هذا القرار في وقت حتى المنتخب محتاج، لكن في النهايه لا كبير على القانون. لا القانون القانون. نعم. قانون يعني ما في في رغم حوجة المنتخب اللاعب كنو وتاثير هذا الايقاف على اللاعب كنو، ولكن لا كبير على القانون. ودي دسر تفوق وتقدم الكرة في السعودية. تقدم الكرة في السعودية. نعم. نعم. وهم يعني راعوا للمصلحة العامة. نعم. على مصلحة المنتخب وعلى مصلحة النادي. فرض القانون، فرض هيبة القانون. نعم. هي اللي بتكسبك احترام أنديتك. نعم. تكسبك احترام العالم، إنك أنت اتحاد محترم، أنت اتحاد بتدير كرة، تكسبك ثقة المشاهد السعودي إنه الكرة السعودية في أيدي أمينة. نعم. الكرة السعودية في أيدي أمينة. نعم. يعني ما حد يقدر تاني يعني شوف احنا ما نكون واضحين، احنا ما عايشين في المملكة دي ليلة فترة. نعم. وبنتابع الـ 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 الإعلام الـ الـ الفريقين هنا في الرياض، الهلال والنصر. نعم. الاتحاد والأهلي، السوشيال ميديا الناس بتتكلم انه مثلا الهلال فريق وين والنصر فريق وين، ودي الناس اللي بحابوا ليهم. لكن هنا العقوبه دي اثبتت لهم انه لا كبير على القانون. نعم. في السعوديه اثبتت لهم انه لا حتى كبير. حتى كان في ناس يا كابتن سيف بيلاحظوا بانه القضيه ما حيتم الفصل فيها في الوقت الحالي نسبه لحوجه المنتخب لكنه، ولكن الاتحاد السعودي فصل رد بليغ. نعم. انه احنا ما عندنا كبير. نعم. وما عندنا مصلحه اكثر من مصلحه الكره السعوديه. نعم. يعني لاعب واحد في المنتخب ما عشان احنا بنعطل القوانين. نعم. واصدروا العقوبه في الوقت المناسب، على اساس انه لو تاخرت عن كده الناس حتبدا القيل والقال وتاول. نعم. وما ده 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 نادي وين وده نادي وين وده نادي وين. والصراع ذاته كان صراع الفيله بين النصر وال. نعم. والهلال والاثنين كبيرين يعني. نعم. والقانون مشى يعني. كابتن مابكر، ايقاف لكنو في نفس الاتجاه وتاثيره على كنو كلاعب منتخب والمنتخب في حوجه له في نهايه كاس العالم، غاف أربع شهور مهما كان أنت بتأدي في تمارين، ولكن طبعاً إيقاف على مباريات يؤثر دائماً على اللاعب. نعم، تحدثت قبل شوية إنه في اللاعب بيكون بيخش المباريات بيكون عنده حساسية المباريات. نعم. يعني بالعكس عن اللاعب بيتمرن تمارين عادية. نعم. أو يلعب مباريات ودية. لكن هذا القرار قطع الشكل أي حد من الشاكين كله. أي حد يقول لك مثلاً الاتحاد بيتجمع الفرق الكبيرة. نعم. بتميل الفرق الكبيرة. يعني بشوف حتى الهلال في القرار ده ضغط عليه زيادة كمان. رغم الهلال بيعتبر ممكن الفرق الأول والثاني، فرق الأول والثاني الملكة. نعم. فرق المقدمة. نعم. والكل كذا ما الغمد لما ذكر أخي سيف لما هذا حصل أو دخل كل من الشاكين كان حيقول لك خلاص، يقول لك خلاص الاتحاد واقف مع الهلال وحبل الهلال. نعم. قاموا نسمع في البرة في السوشيال ميديا والأشياء دي. لكن هذا القرار ده قطع مجال للشك إنه ما في كبير على القانون. نعم. ممكن عندنا نحن في السودان قضية مماثلة لهذه القضية، قضية الثلاثي الشهير الموسم الماضي، ولكن للأسف إنه نحن في السودان يعني اتحادنا، وأقوله بكل صراحة اتحادنا ضعيف، لذلك حتى الفريقين هلال مريخ لم يلجوا للاتحاد بل لجوا مباشرة لمحكمة كاس للفصل في هذه القضية. فهنا بيذكر لك قوة الاتحاد السعودي اللي أنديتها أول لجأت لها هي، بعد ذلك إذا في شيء يمشوا للاتحاد للمحكمة كاس. يا أستاذ طارق، نحن في السودان القوانين موضوع. نعم. وماهرين جدا في وضع القوانين. نعم. وروح القانون. نعم. لكن مشكلتنا التنفيذ. التنفيذ بالجودية. نعم. ناس يعني في كل مجالات الحياة وليس مجالات الرياضة. نعم. في كل مجالاتنا. نعم. الجودية. نعم. يعني احنا ما بنعرف نطبق روح القانون ولا بنعرف نطبق القانون. الجودية بتدخل
يعني لما قالوا وقفوا لعبة اللاعب الفلاني قاموا والمنتخب ومستواه وبيتأثر وما شغلنا شغل بتاع جودية والاتحاد عواطف والاتحاد للأسف اتحاداتنا لما تجي لمجرد ما جات وقعدت في الكرسي بتحط القوانين على جنب بتحط مصلحة الكورة على جنب بشتغل للكتلة اللي أجابتني هذا للأسف للأسف يعني أي اتحاد أيوة. حتى اتحاداتنا نحن كابتن سيف بنصنف ده اتحاد الهلال وده اتحاد الهلال وده اتحاد المريخ وللأسف الشديد نعم والكتلة جابتني والكتلة يعني هسي الصراع الدائر بين اتحاد الجنينة والاتحاد العام والاتحاد بسبب دكتور حسن برقو واتحاد الخرطوم والاتحاد العام بسبب الشاذلي نعم خروج أندية الخرطوم كويس وأندية الولايات للعب في 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 ارهاق بصوره يعني ما الله يصلح الحال بس ليه مثلا احنا الليله الهلال يمتلك اكبر ملعب في 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 ممكن نقول في افريقيا وملعب جاهز وملعب مهيئ يعني انت عشان تعاند اتحاد الخرطوم تعاند انديه الخرطوم يمشي تلعبوا في بوسلطان تلعبوا في عطبر تلعبوا الله يصلح الحال بس الله يصلح الحال كورتنا كده ما حتتقدم اصلا احنا طيب جميل نغلق بعدين يا استاذ طارق احنا مشكلتنا حاجه واحده تصفيه الحسابات تصفيه الحسابات بغض النظر عن انت قبل قلت لما الاتحاد يجي بيشتغل لكتلته بيشتغل لكتلته طيب جميل نغلق ملف قضيه اللاعب محمد كنو وهي قضيه الساعه في الشارع الرياضي السعودي تجي لسهره رياضيه كبيره اليوم ممكن بعد لحظات مباراه مهمه اياب نصف النهائي ليفربول الطامح لضمان التاهل لنهائي ابطال اوروبا بعد غياب ممكن طويل عن نهايه المباراه النهائيه في ابطال اوروبا ليفربول اللي فايز في المباراة الأولى أمام فياريال الخسران في مباراة إنجلترا 2-0 فياريال الطامح والساعي لتعويض الخسارة وخاصة ومواصلة مسيرته اللي بدأت من الموسم الماضي بإحرازه لكأس الدوري الأوروبي ثم إخصاء اليوفي ثم إخصاء البايرن والآن يطمح في إخصاء الريفر والوصول للمباراة النهائية مباراة مهمة مباراة بدون قطع شك منتظرة بين فريقين كبيرين إن كان الكفة تميل لليفربول ولكن في النهاية 90 دقيقة هي الفاصل ما بين الفريقين نعم لا أنا بشوف فريق فياريال فريق متطور جدا فريق في الموسم ده في البطولة ما خسر مباراة على ملعبه تقريبا ما 8 مباريات الدوري الأسباني تتكلم الدوري الأسباني 8 مباريات ما خسر على ملعبه أيضا فريق ليفربول برضو يمتلك ريكورد عالي جدا آخر 3 مباريات أو 5 مباريات برضو ما خسرهم لكن فياريال طبعا زي ما ذكرت الموسم السابق أحرز كأس الدوري الأوروبي وليفربول عنده برضو طموح عنده ما يدفعه عنده مطامحه ليفربول لو فاز مباراة اليوم حاسس يكون وصل النهاية العاشر تقريبا في أبطال أوروبا ده ريكورد له بالنسبة له كبير جدا وعالي جدا ليفربول فريق قبل سنتين ثلاث زاق عمل الكاس بعد ما وصل النهاية قبلها برضو جاهد كثير فريق ليفربول أنا بفتكر هذا الموسم من أفضل المواسم له من زفعه الطويلة يمتلك مدرب على مستوى عالي ألماني ليفربول هو طبعا 16 مباراة 16 مرة في تاريخي صعد لنهائي الأبطال أوروبا فريق بطولات يعني عن فريق بطولات فريق ليفربول هسه في البطوله الابطال اوروبا اللي عليه شغال فادية اللي حلوه من يوسف بها لم يخسر خارج وارض خارج ارضه لم يخسر نعم. يعني شوف فريق بيجيب نتائج خارج ارضه بيجيب نتائج نعم. ايجابيه نعم. فريق كبير فريق له خبرات له لعيبه له مدرب كروب الالماني مدرب شاطر جدا يعرف العمل انا مش احس هذا المدرب يعني عمل كيف مع لعيبته ذاته شوف علاقته مع اللعيبه ذاته تحس بانه في علاقه جاده جدا في ريال مدرب المدرب الكبير إمري اللي نال معه الكأس الموسم كأس أوروبي كل مدرب تصريحاته مدرب كلوب مدرب ليفربول قال نحن حنلعب ليس حنركن للدفاع ندافع في الوقت المناسب المدرب في ريال إمري قال ليفربول فريق أحد ممكن اليوم أفضل فريق في العالم وده تحس فيها شيء من روح الانهزامين مدرب مثل في ريال مدرب في ريال مفتصل إذا تحس في شيء من الانهزامية اليوم يعني هو كان مباراة ما فاقد العمل فيها لانه يقول لك نحن حنلاقي افضل فريق في العالم وان كان ليفربول فرق كثير ممكن تغاري ليفربول في الافضليه يعني في المنافسه فالمباراه انا افتكر ليفربول خبراته وما يمتلك من لعيبه ومن مدرب ومن خبرات انا افتكر حاليا حتكون نهايتنا طبعا ليفربول يعني هو ينافس احرز كاس الاتحاد ووصل ممكن لكاس الرابطه للنهائي نعم. وينافس على بطوله الدوري ولكن يعلم تماما انه بطوله الدوري ما يقدمه ليس كافي لأنه يحرز بطولة الدوري ما لم يتعسر
مانشستر سيتي نعم. وبطولة أبطال أوروبا هو الفوز فيها بيده نعم. والفريق ممكن على هذا الأساس اهتمامه ببطولة دوري أبطال أوروبا عالي جدا. الدليل على ذلك مباراة نيوكاسل الأخيرة، أرى عدد من العناصر وفاز بهدف وحيد على نيوكاسل. نعم راعي العناصر نعم. وبرضه فيريال مدرب أمير فيريال برضه أرى 8 عناصر في المباراة الأخيرة مع الفيز للدوري الأسباني نعم. أرى 8 لعيبة نعم. لكن ليفربول كما تحدثت قبل شوية بدأت لعيبة احتياط والأساسي في مستوى واحد نعم. فريق صراحة الكمال لله فريق شبه مكتمل نعم. فالمباراة وفريق فايز 2-0 أنا أفتكر 2-0 في أسبانيا لفيريال صعبة جدا مع فريق زي ليفربول. طيب جميل كابتن سيف، مباراة مهمة، مباراة ليفربول فايز 2-0 في مباراة الذهاب، فياريال يأمل في التعويض والصعود للنهائي ومواصلة مغامرته وهو الحصان الأسود لهذه البطولة بعد إقصائه لفريق يوفنتوس وفريق بايرن ميونخ. ليفربول نتائج متميزة في خلال هذه البطولة، 5 انتصارات خارج أرضه في هذه البطولة، يأمل في مواصلته ودافعه كبير إنه يصل للمرة 17 في تاريخه في نهاية أبطال أوروبا. والله شوف يا أستاذ طارق، ليفربول فريق متمرس نعم، فريق بطولات نعم، فريق الوصول للنهائيات عليه ما غريب نعم، وفي رغبة أكيدة على أساس أنه يزحف ويصل النهاية عشان يقلص الفارق بينه وبين الريال، بين الريال في الوصول عدد عدد وصول البطولات وعدد النهائيات نعم. لكن أنا يعني أنا بعتبر المباراة بتاعت اليوم دي هي ما مباراة في أبطال أوروبا، أنا بعتبره مباراة في الدوري الإنجليزي. ليش؟ الدوري الإنجليزي يمتاز بالسرعة والقوة والمهارة. فبريال جاي من الدوري فياريال، فبريال جاي من الدوري غير الدوري الإنجليزي، من الدوري الأسباني، لكن أسلوبه قريب للدوري الإنجليزي. عنده عناصر بتمتاز بالسرعة وبتمتاز بالقوة وبتمتاز بمفاجأة الخصوم. لذلك يعني المباراة حتى لو بغض النظر من نتيجتها حتكون مباراة ممتعة جدا، والليفر بيزعى بقدر الإمكان على أنه النتيجة الأولى مريحة، بيجي المباراة دي بأعصاب مريحة يقدر يتعامل معها ويتخطى. طيب جميل، كلامك ده كلام ممكن ينطبق على 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 مانشستر أو على فيا ريال عفوا، ولكن فيا ريال في مباراة الذهاب شاهدناه أنه يعني ركم بصورة زائدة على الدفاع وترك الملعب وترك الكرة امتلاك كامل كان لريفر. ما هي انت في أخطأ المدرب هنا نعم. يعني انت لاعب امام فريق مثل ليفربول وفي ارضك ترتجي ترك في ارضه وفي ارض ليفربول نعم، في ارضه جار ترك للدفاع. ليفربول يمتلك الحلول، يمتلك اللاعبين مهرة يقدروا يفكوا شفرة اي دفاع. فريق بتاع بطولات، يعني لو كان هو فابريال احترم ليفربول زياده عن اللزوم نعم، يعني احترم ليفربول زياده عن اللزوم. فياريال اداه الفرصه على انه يحرز هدفين، وهدفين بالنسبه لليفر مريحه نعم. مريحه جدا بالنسبه له، بامكانه نعم. يسير المباراه زي ما هو عايز نعم، ويوصل للشيء اللي هو عايزه نعم. لكن انا بحترم المباراه، حتكون مباراه ممتعه جدا جدا. خلاص ما في انت بعد كده، انت ما عندك حاجه عشان تدافع من اجلها، فانت لازم تباغت ولازم تهاجم على اساس انه تحاول تقلص الفارق بهدف، تخطف تعادل في اخر الدقائق، تحرز هدف ثالث، تعادل النتيجه، تلجا لضربات الجزاء، تلجا لكن كونك عايز تلعب بنفس الاسلوب بتاع المباراه الفاضله حتخسر يعني ما فيها كلام ده. طيب جميل، ليفربول ممكن لو تكلمنا، ممكن الناس لو جيت قارنت ليفربول مثلا بمانشستر سيتي، مصر مانشستر سيتي في مباراة ريال مدريد، المشاكل الدفاعية التي عانى منها مانشستر سيتي، عكس ليفربول ممكن من أفضل الفرق في الأربع فرق الوسطى الآن للنصف النهائي. ليفربول يمتلك خط دفاع متكامل وخط هجوم متكامل، والدليل على ذلك 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا خارج الأرض لم تهتز شباك ليفربول، أحرز العلامة الكاملة. أيضا خط هجومه لو لاحظت لترتيب المهدافين في الدوري الإنجليزي، 3 لاعبين او 4 لاعبين من ليفربول هم في مقدمه الترتيب في هدافي الدوري الانجليزي. نعم كلامه كله كلام فعلا في مكانه، كلام صحيح، يمتلك من افضل خط دفاع في الاربعه، انا بشوف افضل خط دفاع في الاربعه فرق دي نعم. ويمكن يفوق كان في الهجوم نوعا ما على الاربعه فرق دي نعم. ليفربول فيه هجوم ما يتوقع على لاعب واحد او نعم. لاعبين،
في عدد كبير. تكلم عن جودة، تكلم عن محمد صلاح، نعم، سادو ماني، فيرمينو، تكلم عدد كبير. حتى المدافع الهولندي فالداين، ما المدافع الهولندي، المدافع الفرنسي الجديد رافال هنا كانوتي، لا كاردو طار الباك الشمال، ايوه كانوتي احرز اهداف وقدم، دائما ما يحرز اهداف. فاران برضه، فاران في مانشستر، فاران في مانشستر، نعم. يعني ليفربول يمتلك حلول هجوميه متكامله، نعم، بالاضافه لخط دفاع على مستوى عالي. الشيء الثاني عنده اثنين مهاجمين خطرين جدا اللي هم ساني وصلاح، نعم، والاثنين بشوف اليومين في قمتهم منتشين جدا، نعم. صلاح قبل اسبوع انا اختاره افضل لاعب في الدوري الانجليزي حسب استفتاء رابطه النقاط الرياضيه، نعم، نعم. ماني فاز بامم افريقيا قبل شهرين وتاهل فريق منتخب كاس العالم، نعم. اللاعبين دول الاثنين معتمدين على ليفربول، انا بشوف في افضل حالاتهم النفسيه، واللاعب لما يكون مرتاح نفسيا ممكن مستواه يتقفز يديك 50 ثانيه فوق مستواه الاصلي. طيب يقول له عاوز تساعد ليفربول فايز بهدفين، وليفربول يعني لو كان اولج مرمى وشهد هدف في او 2-1 كان ممكن الكره تكون خطر عليها او فايز 1-0، لكن 2-0 على فيريال في اسبانيا كونه يحرز في شباك ليفربول، انا بشوفه صعب جدا على فيريال، مباراه صعب على فيريال جدا. ليفربول ممكن التعادل، ممكن يخسر 1-0، ممكن يخسر 2-1، كل هذه دي مصلحه ليفربول، نعم. كابتن سيف، خط دفاع ليفربول وخط هجوم يعني على مستوى عالي، والله الخطوط الخطين دول بالذات خاصه خط الهجوم، خط الهجوم لما يكون في وجود محمد صلاح سادو ماني نعم، في اريحيه كبيره جدا جدا، وكل واحد فيهم بدي للثاني دفعه حتى هم بيصنعوا لبعض، بيصنعوا لبعض، ايوه هم بيصنعوا. احنا بنشاهد محمد يعني صلاح بيصنع الهدف الثاني في مباراه يعني ريال، محمد صلاح صنع لسادو ماني الهدف الثاني. في ناس كانت بتتكلم في عدم التعاون بيناتهم، لا غير عدم التعاون، في ناس كانت بتتكلم لما اخفاق محمد صلاح او مع المنتخب المصري، كان بيقول لك محمد صلاح في 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 ليفربول سادو ماني هو اللي بيصنع له، هسه يعني وضح ان محمد صلاح بيصنع لسادو ماني وسادو ماني بيصنع لمحمد صلاح، وفي تبادل زي ما بيقولوا تبادل منافع. فعشان كده بتجد هجوم ليفربول ضارب جدا جدا، دي واحد. اثنين برضو يعني فابريال الاقصى قبل كده البايرن ميونخ، وبايرن ميونخ لا يقل عن ليفربول، لذلك ليفربول حاجه داخل المباراه دي وعينه على المنافس وممكن يفاجئوا به من مفاجآت، لكن يعني المباراه بالنسبه يمكن تكون بنسبه 60% مضمونه لليفربول. غدا طبعا مباراه قمه ايضا اخرى في نصف النهائي الثاني، اياب نصف النهائي، وبين الريال ومانشستر سيتي في مدريد. مانشستر سيتي الفائز في مباراه الذهاب برباعيه مقابل او ثلاثيه مقابل هدفين، وينشد قدا أربعة مقابل ثلاثة أهداف، ينشر قدا الفوز والصعود للنهائي الثاني بالنسبة له. وريال مدريد طبعا البطولة محببة له وأكثر الفرق إحرازا لهذه البطولة. قدا بإذن الله الزميل محمد عثمان يقوم بتحليل هذه المباراة بصورة أوسع. دوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق انتصارا سهلا على برنت فورد بثلاثية نظيفة، ضمن ما زار مانشستر يونايتد يأمل في المنافسة على خطف إحدى بطاقات دوري أبطال أوروبا. والآن مانشستر يونايتد ارتفع برصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس، وبرينتفورد أصبح في النقطة 40 في المركز الرابع عشر. نعم، أنا بشوف مانشستر يونايتد أبغى وصلنا أدنى إنه يخش في الفرق المتمثل أوروبياً. امبارح حتى المباراة جزء كبير منها قدم مباراة كبيرة جداً مانشستر يونايتد، وعاد رونالدو لنغمته للمحبة للتهديف، وافتكر فاز 3-0 على برينتفورد الفريق الانجليزي الثاني. فرانكفورت فريق انا بعتبره فريق برضه فريق ما يعني فريق من مستوياته كويس جدا، قدم مباراه كبيره امام مانشستر يونايتد، عنده مدرب فرانك مدرب مستوى عالي جدا، فعنده كمان عجبني في برينتفورد عنده اللاعب الدنماركي إريكسون، لاعب كبير جدا. انا والله اشوفه يعني مع احترامي برينتفورد المفروض يكون في فرقه إريكسون، المفروض يكون في الفرقه المقدمه. طبعا اللاعب في الشهير اللي حصلت له الحادثه في بطوله اليورو، لاعب كبير، انا شفت لاعب كبير جدا، لاعب مستواه عالي اكبر من برينتفورد مع احترامي لبرينتفورد. لكن مانشستر يونايتد امس طبعا حصل الهدف الاول البرتغالي وفرنانديز، وكريستيانو رونالدو راح استخدم ذكاء في كرة أمس في ضربة الجزاء، أخذ المدافع في كتفه وجاب على ذاك المدافع عاوز زي كانوا عايز يسد
اللزلية اخذ رونالدو، رونالدو سفر من ضربة جزاء حرزه هو نفسه الهدف. الهدف الرابع من فرادة المدافع فاران رافائيل فاران عاد كلاعب لاعب ريال مدريد السابق الطرف الايسر، اظن اول تقريبا اول هدف له مع مانشستر، ولاعب كبير ولاعب يعني بيقدم مستويات كبيره جدا واحرز الهدف الثالث. فانا بشوف امبارح مانشستر يونايتد قدم له فتره ما قدم مباراه مثل مباراه الامس. كابتن سيف، فوز سهل لمانشستر يونايتد على برينتفورد، ومانشستر يونايتد طبعا يطمح في المنافسه في البطاقات المؤهله لدوري ابطال اوروبا. برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطه، ممكن بمستوى كبير يعني هو ضمن او موقفه موقف مطمئن. شوف مانشستر يونايتد من الفرق المداومه على لعب النهائيات، وقابل برينتفورد وفاز عليه بثلاثيه، والمانشستر بيمتلك خامات من اللاعبين بغير كريستيانو رونالدو لاعب كبير، ومعه الفرنسي، ويعني بشكل قوة ضاربة بالنسبة لمانشستر يونايتد. بالعكس يعني برينتفورد برغم انه بيقدم في مستويات طيبة مع بعض النادي، لكن الفارق بينه وبين مانشستر بعيد جدا جدا، ومانشستر الساعي للوصول ليضمن التمثيل الأوروبي بالتأكيد المباراة بالنسبة له كانت سهلة. طيب كابتن باكر، انا لو جيت سباق الهدافين بالنسبة للدوري الانجليزي بنجد محمد صلاح ب 22 نقطة، سون هيونغ 22 هدف عفوا، سيون هونغ لاعب توتنهام ب 19 هدف، كريستيانو رونالدو الان اصبح 18 هدف، وجوتا لاعب ليفربول 15 هدف، وسادو ماني 14 هدف، بعد ذلك هاري كين 13 هدف. صراع كبير، وكريستيانو رونالدو يضيق الصراع على بالنسبه لسيون هونغ، سون هونغ ومحمد صلاح. نعم، هو شوف كريستيانو رونالدو تقريبا هو في التسجيلات ما بدا الدوري من بدايه الدوري، نعم ما بدا الدوري الانجليزي. نعم، ممكن كان شكل مشكله كبيره محمد صلاح، لكن يعني محمد صلاح حتى 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 بداياته في مباريات كثيره كريستيانو رونالدو ما لعب. نعم، كريستيانو رونالدو لاعب كبير جدا، لاعب يعرف يحسم الاوقات، يعرف زي ما ذكرت قبل شوي استفاد من ضربات جزاء، لكن زي ما سمعت على حسب الاقاويل انه حيرحل من مانشستر يونايتد. كريستيانو قال لك كلها اظن اي فريق لعب فيهم لازم يشارك اوروبيا، فمن الصعب يقبل فريق انه مثلا ما يشارك فيه وما يشارك اوروبيا وما يصل في النهايات. ماشي كريستيانو، انا افتكر غايته على حسب المعلومات انه حيرحل من 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 ليفر من مانشستر يونايتد. نحن رايحين نخليه نحن نتكلم عن صراع الهدافين، لكن صراع الهدافين اللاعب تحدث الاسبوع الفات عن اللاعب سون الكوري، لاعب مستوى مش طويل جدا، لاعب قلنا لو كنا في كافي فريق مثلا الفرق ليفربول او السيتي او الفرق المقدمه كان ممكن يغار على صراع الهدافين. ده ما تقنعني محمد صلاح اللي مصدر الهدافين، يعني كان ممكن محمد صلاح لاعب سوري كور هاري كين برضه انا بشوف لاعب توتنهام المهاجم الثاني مع سون مهاجم كبير، وانا زاد مستغرب هاري كين ده لغايه الان قاعد في فريق زي توتنهام، يعني ما فرق المبرزه، لاعب كبير، لاعب منتخب، بيلعب منتخب الانجليزي، لاعب مؤثر، كابتن المنتخب، كابتن المنتخب، وقاعد يلعب في فريق توتنهام. انا بس توتنهام برضه من الفرق الكبيره يا كابتن بابي، اي لكن لما تقارن ليفربول، مانشستر سيتي، ارسنال، مانشستر يونايتد، يعني هو باعتباره في الدرجه الثانيه بعدم اعتباره. لا بس كمان في حاجه واحده، هو ما بينظر لحاجه، يعني انا لما امشي فريق، يعني امشي مثلا زي مانشستر يونايتد، في منو قدامي وفرصتها حتكون كيف؟ هو اللعيبه بيحسبوها كده. ايوه بتحسبها كده، انت كلاعب محترف بتحسبها كده. يعني انا ماشي من بابكر عشان امشي لطارق، طيب طارق ده في منو بالافخان؟ الاجواء منو؟ والاجواء في النادي كيف؟ هل حتساعدني في انه انا عشان انا انافس؟ انا مثلا هنا لازم. طبعا شاهدنا حتى هاري كين هذا الموسم يا كابتن سيف مستواه يعني بدا بدايه متعثره جدا مع توتنهام. نعم، وشاهدناه انه هو كان عنده اشكاليه، كان يطلب الرحيل الى مانشستر سيتي ووجد معارضه من النادي واثرت على مستواه، كان بيلعب مع المنتخب وبدي اداء جميل، لكن مع النادي ما بدي في لكن بدا يعود الان. نعم نعم، بدا يعود. ما هو الاستقرار، شنو الاستقرار؟ انت لما تتعثر وتجد اداره واعيه وتقيف معاك ويحاولوا يزلوا لك العقبات اللي واقفه في طريقك، انت معنوياتك بترتفع وثقتك في نفسك بتزداد، دي بتديك فرصه في انك انت تعود. طيب، تعود زي ما هسه هو عاد يعني. طيب الان صراع الهدافين، محمد صلاح 22 هدف، سون هيونغ
لاعب توتنهام 19 هدف وكريستيانو رونالدو 18 هدف. فكيف ترى هذا الصراع؟ الفوارق نعم الفوارق ضعيفه يعني ما كثيره يعني لو تمسك كريستيانو محمد صلاح يمكن الفرق تقريبا أربع أهداف محمد صلاح لو ما شد حيله نعم. كريستيانو بجهه منطلق نعم. يعني لو استبعدنا الكوري كويس الكوري هو 19 هدف يعني حتى قريب 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 جدا لكن الخطوره لمحمد صلاح تكمن في كريستيانو دائما هو ما يحرز اهداف في اي مباراه يشارك فيها نعم. وبعدين مستوى مانشستر بيساعد كريستيانو في انه ينطلق نعم. فمحمد صلاح نتمنى انه يواصل بنفس المستوى ويحرز مزيدا من الاهداف على اساس انه يصدر الهدافية الدوري الانجليزي وتكون له بالنسبه له ولو انه ما حيدوه الحاجه اللي هو عايزها لكن يعني انا قبل شويه لما كنت بحلل في مباراه فيا ريال وليفربول اتكلمت عن خط هجوم ليفربول الان لو جيت لاحظت ترتيب الهدافين في الدوري الانجليزي الخمسه الاوائل فيهم ثلاثه من لاعبي ليفربول اي نعم يعني هو بيتكلم عن محمد صلاح 22 هدف في المركز الاول المركز الثالث المركز الرابع جوتا 15 هدف والمركز الخامس سادو ماني ب 14 هدف هناك قلت لما كنا نتكلم عن المباراه قلت لك خط هجوم ليفربول كاسح مليان وفيه هدافين على مستوى والدليل على ذلك انه ثلاثه من خط هجومه بينافسوا في على هدافين الدوري وممكن منهم اثنين يصلوا الهدف الدوري محمد صلاح بالذات ماشي كويس يعني فده دليل عافيه بالنسبه لهجوم مانشستر نعم كابتن سيف اي اضافه كابتن بابكر عفوا صلى الله على سيف انه اضافه لهجوم ليفربول نعم مانشستر نعم ليفربول سوري ليفربول سوري نعم فعلا ما ذكرت انه محمد صلاح نحن اتمنى له التوفيق واتمنى انه يكون لاعب يعني يستمر على صلاح الهدافين لكن كما انتم ذكرتوا قبل شويه انه مهدد من كريستيانو اكثر من سون الكوره بيعتبر اكثر من اكثر من هاري كين اكثر من سون كريستيانو هو متوقع يعني هو متوقع كريستيانو هو الساعه الان مانشستر يونايتد بيعتمد اعتماد 90% على كريستيانو في الاهداف في تهديفه في كراته اي كره بيحاول يصنعها له كريستيانو لانه هو عارف انه من جزء ربع الفرصه ممكن يحرز هدف شاهدناه حتى مباراه ضد بجير سبب معاه لعبه هو هدف يعني عزه موقف التهديفي وطالع لو جاء اي ضربه جزاء متوقع حيلعبها كريستيانو رونالدو ففريق مانشستر يونايتد يعني عنده لسه عنده مباريات قدامه يعني ممكن كريستيانو يحرز اهداف زياده فزي ما ذكرنا الوضع لمحمد صلاح فيه خطوره عليه في منافسه الهدافين. نعم طيب جميل انا اغلق الملف الدوري الانجليزي باقي من الزمن القليل نرجع لمباراه الهلال والفيحاء ونحن الان في الدقيقه 56 والفيحاء يحرز الهدف الثاني الدقيقة 54 رامون لوبيز يحرز الهدف الثاني للفيحاء واضح انه الفيحاء مركز تماما في المباراة والله يعني صراحة مع احترامنا للهلال فريق كبير لكن صراحة الفيحاء ترفع له القبعات نعم. فريق إدارة ومدرب ولعيبة السبب واحد يعني ذكرت قبل شوي الفريق له شهر ورمت الشهرين ما لعب مباريات الدوري واقف الدوري السعودي واقف من قبل رمضان بيفيد نعم الهلال مشارك في البطوله الاسيويه رمضان كله لعيب في فورمتهم لعيب جاهزين ما في نقص كثير يعني حتى لو قلنا ناقص كان الهلال حتى لو حصل تشكيلته ممكن تقول التشكيله مكتمله نعم مكتمله نعم حتى لا 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 الفريق الفيحاء عنده لا مالك عبد المنعم نعم هداف بارع جدا ما موجود نعم والله صراحه نحيي الفيحاء على الاداء على المستوى وانا افتكر الهلال بعد زي ما اقول راح فيها بعد الزمن صعب الهلال المباراة أنا الهلال خاصة ما لم يصفر الحكم نعم ما بتقدر تقول لكن برضو مباراة في أرضه في حامد عاود غار على الفرقة الكبيرة أنا بشوف التعادل صعب حتى لو أحرز هدف كابتن سيف والله يا أستاذ طارق أقول لك حاجة يعني ده ما غريب على الدوري السعودي نعم احنا قاعدين دلوقتي لنا 25 سنة هنا في البلد دي ومتابعين الدوري السعودي نعم ده ما غريب على الدوري السعودي كونه القاع ينافس القمة ويفوز على القمة ويهدد القمة ده دليل عافية نعم وده يعني انت الليله انا لما اكون لاعب في دوري كويس اي مباراه بدخلها في متناول يدي ما طيب الان ممكن المخرج بيشير لنا بانه فعلا انه الهدف تم الغاءه بسبب بعد الرجوع لتقنيه الفار تم الغاء الهدف وما زالت النتيجه هدف للفيحاء بغض النظر نعم بغض النظر نعم. لكن بقول لك ده دليل عافيه الكره السعوديه
وده اللي بيخلي دايما الانديه السعوديه في المنافسات القاريه تمشي لقدام. نعم. ليه؟ لانك انت في الدوري بتجد بتجد منافسه من القاع ومن الوسط ومن الغمه. نعم. ده بيرفع مستواك انت، بيرفع مستوى اللاعب. عشان انا لما امشي انافس وانا يعني طالع من دوري قوي، لكن انا لما اجي العب الهلال لاعب مع حي العرب دنقله، طارق بيتصل يا اخوان الهلال غالب كم؟ نعم. المريخ غالب كم؟ كده انا ما يا خلاص انا بدخل مباراه بيكون في نوع من التراخي، بيكون في نوع من عدم الجديه، بيكون. لكن انا لما ادخل وعارف الخصم ده خصمي قوي وحيكون خطر علي، انا ببذل، وده بيدي المنافسه قوه وبيكسب الانديه المشاركه في البطولات القاريه تنافس قوي. فضد عارف الدوري السعودي معروفه يعني، ما يعني شفنا احنا الباطن، شفنا أندية كبيرة بتكون في الوسط بتتفوق على الهلال، بتتفوق على النصر، بتتفوق على الاتحاد. يعني أنت المباراة تدخلها وما ضمن النتيجة أنت. نعم. هذه ده دليل عافية، وده دليل على إنه التطور ما ناتج عن فعلا عمل دؤوب وعمل كبير يعني. ما زلت أنا مصر على إنه قوة الفيحاء لها أثر كبير في أداء الفيحاء، قوة الفيحاء الدفاعية. حتى الآن بالتأكيد. حتى الآن بالتأكيد. لو رجعنا للإحصائية 74% مقابل 26%، ورغم ذلك الفيحان قادر إنه يوصل لمرمى الهلال حتى بعد الهدف حتى لو الهدف اتلغى. فواضح إنه الفيحان يعتمد على الهجمات المرتدة لضرب دفاعات الهلال، ونجح ممكن في هدف ونجح في هدف ثاني وتم إلغاء. ما هو شوف التنظيم الدفاعي، ما شوف الناس دلوقتي العام بيتكلموا عن الدفاع كأفراد، لكن المنظومه الدفاعيه الناجحه هي كتنظيم. انت شوف تعتمد على التنظيم الدفاعي كويس والجماعيه والجماعيه في الاداء. بعد ذاك تسير حسب سير المباراه في انك كيف تهاجم بالهجمه المرتده لكن طالما انك انت بتملك خط دفاع بيلعب بتنظيم عالي، بيلعب بتماسك، بدي الثقه للاعبين الوسط والهجوم على اساس انه هم يشتغلوا لقدام. لكن انا لما اكون دفاعي مهزوز كويس بكون انا في حاله بتاعت قلق. دلوقتي النتيجه لحد الان ما يعني ما الواحد ما يقدر يجزم على انها حتنتهي على كده، لانه زي ما تفضل الاستاذ طارق انه الهلال في الميدان لو ما الحكم صفر يمكن بعد الحكم ما يصفر اتوقع الهلال يحرز يعني. ما طبعا مدرب الهلال اجرى تغييرين، طلع محمد البريك ودخل سعود عبد الحميد، طلع سلمان الفرج ودخل موسى ماريجا، وده يؤكد انه داري يفعل الناحيه الهجوميه. يفعل الناحيه الهجوميه. نعم. عايز على الاقل يصل لمرحله التعادل. نعم. هو تغيير ممكن سعود عبد الحميد هجوميا افضل من البريك. نعم افضل من البريك. نعم. نعم. في هجم كثير هو نعم. نلعب في الواقع الايمن. نعم. وانا تحدثت قبل عن موسى ماريجا انه المفروض كان لكن احنا ما نلعب خبايا انه عنده مشكله عنده حاجه. نعم. المدرب يجلس يذكر الاحتياطي. لكن طبعا انه 1-0 انا قبل شيء الهدف اتلغى، الوضع خطر على الفيحاء. نعم. طيب الاسبوع 26 حيبتلغ يوم الخميس، ممكن الدوري خلاص في ختامه اخر 5 جولات، في مباريات مهمه، التعاون يقابل الاتفاق يوم الخميس، الباطن امام الاهلي، الفتح امام الاتحاد، ودي مباراه مهمه بالنسبه للاتحاد، الابها امام الفيصلي ودي يوم الجمعه، والنصر امام الشباب. انا داير اتكلم عن مباراه النصر والشباب خاصه في ظل الشباب اللي منتشي بتصدر المجموعه أبطال آسيا، والنصر اللي ممكن خلال شهر رمضان اعتمد على المباريات الودية. نعم. حتى قبل شهر رمضان النصر مستواه بدأ في الدوري 4-5 مباريات الأخيرة مستوى مترنح. نعم. ناس فيه تدني مستواه، بالأخص اللاعب برازيلي تاليس كان حاسس إنه مستواه ما يهو. حتى أبو بكر الكاميروني برضو فيه مشكلة في الهجوم، مستواه بداية الدوري. على الاتحاد الشباب زي ما قلت منتشي مصدر مجموعته ومحرز اكثر نقاط في كل المجموعات اللي لعبت هنا في التصفيات الابطال اسيا. انا فاكر النصر حيعاني مع الشباب والغلب حتكون للشباب. سريعا انا خلاص زمان انتهى، سريعا النصر والشباب. النصر والشباب كره حلوه. الشباب بالذات من شوف الشباب والاهلي في الرياض والاهلي في جده. بيلعبوا كوره جميله جدا. الاهلي رغم انه الموسم ده مهما كان مستواه. نعم. ومهما كانت نتائجه بيأدي اداء حلو جدا واداء ممتع. كذلك الشباب في الرياض بالذات لما يكون مبارياته امام الهلال والنصر بيقدم مباريات حلوه جدا. وهو منتشي من الخروج على الطاوله الاسيويه. بالضبط كده، اتوقع انه النصر حيعاني امام الشباب. طيب جميل، انا الزمن عندنا انتهى في حلقه اليوم، اتمنى انه نكون قدمنا حلقه ممتعه وجميله.
تطرقنا للعديد من المواضيع أهمها الدوري السعودي، مباراة الهلال والفيحاء وما زالت جارية ونتيجة تقدم الفيحاء بهدف، أيضا مباراة اليوم بين فياريال والباير والعديد من المحاور. أتمنى أن نكون نالت رضاكم واستفدتم من هذه الحلقة. الشكر لكم ضيوفي داخل الاستوديو، شكرا كابتن بابكر وكل عام وانتم بخير. شكرا طارق وكل عام وانتم بخير وعلى الجميع بخير، وشكرا وعيد ثاني وهنية تهنئة لاهلي بالشماليه غير الجيره غرب في الدبه. وانا كنت اشعرهم مع الاخ بعد غيبه طيبه اخ سيف عوض، واتمنى له كل التوفيق واقول لكم كل سنه طيبين. انت طيب ان شاء الله. كابتن سيف حقيقه انا سعيد جدا اليوم في هذه الايام المباركه وعودتك باعتبار لنا عيد، يعني نحن في البرنامج عودتك للبرنامج مره اخرى. شكرا الله جزيلا. الله يجزاك خير استاذ طارق، وانا اكثر سعاده ان اعود لقناتي المحببه واعود للاستاذ طارق اللي بديت معاه المشوار ده، واتقدم الشكر للاخ بابكر، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعود العيد القادم ونحن في بلادنا مستقره ان شاء الله ومتحده، وكرتنا في تقدم وازدهار. وتحياتي لكل افراد الفرد العاملين بالقناه ان شاء الله، وعلى راسهم الاخ مصعب وباقي الشباب ان شاء الله، ولهم والاخ التجاني، ونقول لهم كل عام وانتم بخير وعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات ان شاء الله. ان شاء الله. وفرصه سعيده الاخ بابكر. الله يسلمكم. شهداء الكرام، حقيقه سعيدنا جدا في هذه الحلقه بمتابعتكم، اتمنى ان نكون حلقه نالت رضاكم. في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحيات وتهاني التهاني بمناسبه العيد من الفريق العامل في هذا البرنامج، ناصر لانكي في التصوير، محمد حسب في هندسه الصوت، محمد فؤاد وعمير في هندسة البث، عزمي شمت في المونتاج، محمد عصام في الجرافيك، محمد طه في التحرير، وتحيات وتهاني مخرجنا الجميل عوض شاع الدين. تحياتي وتبركاتي بمناسبة العيد. طارق عثمان في الإعداد والتقديم. إلى أن نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.